من يعرف ايش ياكل في الشارع؟ لما هل تعرف انه لو سرعه التحفيز نسميها اكشن بوتنشل؟ لازم التحفيز يكون يعني فوق ال 30 عشان انه يصير صح 100% يمكن ما شوف اكشن بوتنشل شو خلي ينقل عصب رقم واحد يجي يتصل بعصب رقم اثنين كيف راح يتصلون؟ من خلال نبضه كهربائيه. حتى تسري هذه النبضه الكهربائيه على مسافات وتسوي وظيفه معينه هذه نسميها العمليه نسميه تبادل الايونات الاكشن بوتنشال. هذه عمليه مهمه جدا بالخليه. هذه العمليه حتى تصير محتاجين تتبدل ايونات. الايونات مو جذب السالفه، لما تتبدل على محور الغشاء، الغشاء نسميه صار مستقطب. شو يعني مستقطب؟ يعني كان موجب صار سالب، وكان سالب صار موجب. هذا معنى مستقطب بولارايز. فكلمة مستقطب هذا، طب انت شو يعني ايش الغرض انك تعمل هيك؟ ما يعني خليه هو نفسه؟ لا، انت لما تقلب استقطاب الغشاء عمليا راح تولد منطقه مختلفه عن بقيه الغشاء، راح تولد نبضه كهربائيه راح تصير. يعني من تبادل الايونات راح تولد كهرباء. هاي هو بالفعل كهرباء بمعنى الكلمه. هذه النبضه الكهربائيه لما راح تصير تروح تمشي في العصب او في العضله او شيء راح تولد لك وظيفه معينه مطلوبه. شنو هي الوظيفه؟ تعتمد على الخلايا. قلب يظهر عصب يوصل معلومات معينه مفهوم ذات شيء حسب. بس ليش مو كل تحفيز نسميه اكشن بوتنشل؟ هل انه مجرد اقول لك انه الخليه تحفزت يعني اكشن بوتنشل؟ لا، لانه مش كل تحفيز بقوه كافيه انه يولد عمليه ايش؟ الاكشن بوتنشل او الجهد الفعال. فلازم يكون تحفيز بقوه معينه يلا نسميه اكشن. هسه شنو هي القوه وهي انا هسه راح نفهمها. الموضوع هسه هو شنو اكشن؟ اكشن بوتنشل. اكشن بوتنشل. طيب هذا غشاء الخلية لنفرض هنا كان موجب وهنا كان سالب. حتى يصير اكشن بوتنشل ايش لازم يصير؟ الموجة اللي جبناه السالب، فبالتالي شو راح يصير السالب؟ وهنا ايش؟ موجة. هذا المقطع هو الاكشن بوتنشل، وهذا راح يسري يمشي 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 الى ان يوصل هدف معين. واضح؟ خليها عصبية خليها عضلية حسب. تمام؟ طيب الان خلايا نرجع للمحاضرة الماضية. خلايا يا ايون موجود فيها الكثرة البور بوتاسيوم. طيب يمثل لك الشحنة الموجبة ذاك. طب اي ايون خارج الخلية يمثل لك مجمل الشحنة الموجبة؟ تمام عافية 100%. شو يمثل لك الشحنة السالبة؟ داخل بروتينز. بروتينز تمام؟ بروتينز. طيب شو يمثل لك الشحنة السالبة خارج الخلية؟ بس يا هو الأقوى شو على مبدأ الأقوى؟ البروتينات ولا الكلور؟ تمام؟ فإذا شو بيكون الغشاء؟ من الداخل سالب. طيب يا الاكثر الصوديوم ولا البوتاسيوم؟ الصوديوم اكثر 100 مره من البوتاسيوم، واضح؟ فالشحنه من الخارج راح تكون اكثر سالبه او موجبه؟ موجبه. شفتوا شلون هذا الاستقطاب؟ هذا بالطبيعي اي تغير ما في. حتى نسوي اكشن بوتنشل لازم ايش نسوي؟ نقلب. طب كيف راح نقلب؟ لازم يا ايون يدخل حتى يقلب لنا هذه الحاله. منو شفنا يقلب لنا موجبه؟ صوت داخل الصوت. تمام؟ فهو هذا مبدا الاكشن بوتنشل. من هنا توقفت الفكره. فقط نغير نسوي الغشاء بولارايز، واضح؟ مستقطب يعني. يعني في قطب سابق مو جواب. طيب خلايات جسمك الان كلها تحصل على البوتاسيوم وخارجه موجود صوديوم وفيها بروتينات، كل خلايا.
الآن أنت كل خلايا هي عمليا لها القدرة على التحفيز الكهربائي، لكن هل كل خلاياك بالفعل تقوم بعمل الأكشن تنشر؟ لا، خلايا جدا مثلا ما تسوي لك أكشن تنشر، واضح؟ ما محتاج، خلايا كثيرة من جسمك. بس خلايا الأعصاب محتاج دائما تصير بها أكشن تنشر ولا ما محتاج؟ محتاج دائما. طب شو الفرق؟ شو كيف نقدر نخلي خلايا هيك وهيك؟ شوف مبدأ لازم تعرف. الآن أنت خلية رقم واحد بنفذ خلية عصبية محتاج فيها يصير إيش؟ أكشن تنشر. هاي الخلية من مصلحتك تخليها سالبة أكثر لو سالبة أقل؟ سالبة أقل. حتى إيش؟ يدخل في الموجب تسهل أمرها. لو كانت أكثر سالبة معناها محتاجة تحفيز إيش؟ أكثر. طب الآن خلية جلدك هل محتاجة هي ما محتاجة تسوي أكشن تنشر؟ طب هل تخليها موجبة ولا سالبة؟ خليها إيش؟ سالبة أكثر، واضح؟ تمام؟ فالآن خلاياك اختلفت في درجة سالبيتها، وضحت الفكرة؟ طبعاً كل ما السالب يكون رقمه أكبر يعني سالب أكثر، يعني سالب 90 أكثر سالبية من سالب 70، وسالب 70 أكثر سالبية من سالب 55، مفهوم؟ والصفر أقل سالبية وهو حد السالبية، واضح؟ والواحد موجب، مفهوم الفكرة؟ طيب، هذا طبعاً كله بوضعية تتكلمنا شوي شوي أكثر. بس مفهوم هذه الفكرة من هذا الموضوع؟ ليس بسيطة بس تفهم. فإحنا الخلايا الآن في فترة الراحة، خلية عصبية، خلية جلد ما في أكشن تنشر. شو نسمي هاي الحالة؟ حالة الإيش؟ رستين ممبرين بوتنشل. واضح؟ واحد يقول دكتور شو يعني بوتنشل؟ شو يعني بوتنشل؟ شو ما يعرف شو معنى كلمة بوتنشل؟ ال 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 إيش يسموها؟ الطاقة الكاملة. يعني شنو أسألك؟ أنت شنو البوتنشل تبعك؟ شنو الطاقة الكاملة؟ شنو راح تقدر تحققه في المستقبل؟ شوف شو تخطي فيه. سنوات طبان أكيد. يعني أنتوا داخلين في بوتنشل للطب، صح؟ يعني نتوقع إنه إيش راح تصير عندكم؟ طب هل أنتوا أطباء حالياً؟ نعم، يعني بعد الطب. بس يعني قصدي لا، أنت تصير أطباء لما تخلص في الطب. لا أنت طالب طب. بس عندك بوتنشل تكون إيش؟ طبيب. طب الخلية. resting potential، تمام؟ يعني هي ايش في فترة الراحة بس عندها امكانية تتحول الى شنو؟ الى action potential. بس يا بالراحة ما نسميها resting action potential زي الطالب طبية وطبيب وكله يعني والله. فهسه نعم عن هذا مبدأ الرسم، شنو الرسم؟ شوف هسه راح ارسم لكم هذا المخطط راح نفهم على المسألة كلها. نعم من الراحة الثانية شوية فهم على مبدأ المخططات. هذه منتجهات رسم دوام، كل منتج يمثل لك متغير معين. شو يعني متغير معين؟ يعني نفرض هذا الزمن كل ما زدت أنا يعني صار بالزمن زاد هذا الارتفاع هذا. طبعا هذه منتجهات استرفوها من المدرسة، هذا واي وهذا ايش؟ احنا كنا نستخدم سين وصاد تمام نفس الفكرة. فهسا هذا واي وهذا الاكس بالاكشن بوتنشل يمثل لك شنو؟ تايم الزمن. فكل ما تقدمت يعني زاد الايش؟ بالملي سكند طبعا ملي سكند تمام؟ طيب الواي شو يمثل لك يا الفولتية؟ فولتج. فكل ما الان صعدت اكثر يعني صار بالفولتية زادت تمام؟ كل ما صعدنا اكثر زادت. طيب طبعا الرسم هذا صحيح جدا لانه قد يرسم بشكل اكثر دقه. هذا يسمى سالب واي، هو نفسه كله كلها فولتيه السالب موجب فولتيه هو موجب فولتيه وهذا ايش نقول مثلا؟ ما نخليه صفر لنفرض راح اسوي صفر تمام؟ هذه الارقام لا تحفظها راح اكتبها، هذه ارقام ترى تنظيريه يعني مش انه كل الخلايا تنطبق عليها نفس الارقام، هذا تكون فعلا فاهم المساله. لكن نعطي كمثال الان رسم ممبرين بوتنشل لخليه مثل الجلد كمثال ممكن يكون سالب 95 او سالب 120. فشو يكون الخليه تكون ايش في حاله؟ رستنج
potential. Resting potential. سالب لنقل هذا كان سالب ليش؟ 5%. سالب من الجلد طبعا، هي الجلد مش 95 اكثر بكثير. هذه مثال عليها خلايا عصبية طرفية، على كل اسم راح تكون بدقائق تمام؟ طب كل ما كانت سالب 95 الان اقرب من صفر لو ابعد؟ ابعد. هل سهل تسويها موجبة؟ لو اصعب. يعني البوتنشال يراد لها ايش؟ طاقة كاملة اكثر بكثير يراد، يلا تقدر ترفعها لمستوى التفعيل. طبعا هو مستوى التفعيل مش صفر، راح تكونوا واقعيين مش صفر. هذا بس كمثال، لان المنتجات اللي فيها صفر ونازل صار. فهذا صفر ما لكم علاقة فيه تمام؟ لا تفكر هذا مو مستوى التفعيل، بس الشيء. فلنفرض كل ما كانت سالبة أكثر احتاجت طاقة أكثر حتى ترفعها إلى ال، وإذا ما تكون أنت ما توصل للموجب ما راح تحط الصلاة في البوتنشال. لازم تزيد الموجبية داخلها يلا تسوي استقطاب يلا تحصل. طيب في عندك خلايا مثل الخلايا العصبية الريستنج ممبرين بوتنشال سالب 70 لا الريستنج سالب ايش؟ 70 هذا الريستنج طبعا بحط في ام ار في ريستنج بوتنشال انا حط بكل سالب كلام واضح ريستنج بوتنشال سالب 70 يعني هي في الحاله الطبيعيه بيجي قاعد سالب 70 تفضل يا هو الاسهل تخليه يصير اكشن بوتنشال سالب 95 وسالب 70 تمام شوف معظم الخلايا لكن ليس جميعها عندما توصل هذا 15 فولت من الطاقة الكهربائية. سرعته ايش؟ اكشن؟ لكن لو 14.9 ما بيصير اكشن. 14.8 ما بيصير. 15 صح. شو دكتور؟ اها حد العتب نسميه. رشو؟ لا هو ايش؟ هو اقل مستوى يجب ان تصل له الخلايا. من الفولتية ومن الايش الموجبية اللي ايش لكي يتم التحفيز دونها ما راح يصير ولا راح يصير تمام فهذا راح ينتشر يسمى مبدأ اما او لا اول او نو يعني مش اما او لا بالعربي لكن القصد ما اعرف بالعربي اما او لا اما ان يكون او لا اكون طيب فهسه الان لو وصلت الخليه 55 سالب 55 طيب دكتور ما هي بعدها سالب اقول لك يا حبيبي الفكره انه ايش زادت موجبيه ولا قلت سالبيه مواضح يا كيف صارت بعد سالب يعني زاد موجب مفهوم طيب لو وصل هذا الحد اللي سميناه ايش حد العتب طبعا عندي معظم الخلايا هو سالب 55 شو بالانجليزي يصير اسمه threshold level زي انت لما انت ايش خارج الباب انت مش داخل يعني لو انت وقفت عند الباب انت ما تعتبر داخل القاعه بس عبرت الباب انت ايش داخل القاعه يسموها حد العتبه واضح عتبه الباب طيب الان لو وصلت انت سالب 55 الباقي بعد ثابت لكل الخلايا شو يعني الباقي بعد لو سالب يعني جيب خليه ما يصير عندها اكشن بوتنشال حفزها وصلها اعبرها الثريشولد ليفل يصير عندها اكشن بوتنشال بس طبعا عمليه ما تصير انت هذا ايش ما تقدر تنقيها طاقة كافية تمام؟ شو الفكرة من الموضوع؟ انه كل الخلايا لو عبرت مستوى حد العتبة لها threshold level مباشرة راح البقية يصير ايش؟ تفاعل غير متوقف ما راح تقدر توقف بعد الاكشن بوتنشال يعني انت كان عندك فرصة تمنع الاكشن بوتنشال قبل ما يوصل سالب وصل سالب 55 ما تقدر بعدها عبرت بعد خلاص واضح؟ مجرد وصلت لهذا المستوى خلاص عبرت انت بعد هاي اللي باقي راح يصير اوتوماتيك خليه ما راح تقدر تسرع الوضع شغله ايش؟ راح تمشي ميكانيكيا عبرته راح تضل زايد 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 بالموجب ما عبرت وصلنا صفر وعبرت تقريبا
25 ملي فوق، ملي فوق هسه بعد واحد من وين الصورة دي وين بالقصبة أنا هسه بس داش طحنا بده تمام هسه راح نجي على كل واحدة واحدة وصلنا لهذا المستوى 25 ملي فولت راح تشوف الخلية بعد توقفت على أن تكون إيش أكثر موجبة ليش هسه راح تفهمون ليش أكيد إلها ليش مهم هذا ليش ليش يعني لماذا تمام مهم هذا لماذا والله راح نشوف شو بيصير راح تبدأ جواب ثاني راح تبقى ايش؟ نزول وين الفريشول؟ لا مش هسه الفريشول رستنج ممبرين المراحل سيلتر راح تبقى ايش؟ صارت زيادة تمام؟ وبعدين شوية شوية ترجع على الرستنج اوكسيديشن تمام؟ ويجي شيء ثاني يوصل على تكتشف تمام؟ بهذا الموضوع لهنا واضحة الأمور بس لو سألك هو حد العتبة شنو؟ قل له هو الـ all or none and it's the level where أين if the stimuli إذا كان التحفيز enough will يعني إذا كان التحفيز كافي سيأش يعطيك إيش will give you action potential and if it's not ما وصل له it will not give you an action عشان طبعا أنا بسطت لكم المصطلح بشكل بسيط خلي بس تقدر تفهم واضح في مصطلح هذا أصعب بعدين شوية ترى. ثاني شو معنى resting potential وشو معنى threshold اللي هو اللي حدده. resting اللي هو فيه الخلايا بشكل طبيعي. تمام؟ طيب. هسه الآن مول تصور نوع ما بس بينسى. قلنا داخل الخلايا شو موجود يا رون؟ متأسف. خارج الخلايا. صوديوم. أكثر. شو معنى موجود خارج الخلايا عندنا؟ كالسيوم. تمام؟ بس هسه انا راح اركز على دول بعدين بوتاسيوم وبروتينات طيب حتى احنا نسوي الخليه موجبه يا ايون لازم يدخل صوديوم واضح طيب الان سؤال في سنه 70 كيف صار سالب 55 يا قنوات الاتحاد شنو يا قنوات دكتور انا عايش المحاضره الماضيه اعطيتكم قنوات كم قناه تتذكرون اي شو هي القنوات عادي سواء شوفوا اوبن فولتج جيت داب جنكشن اي بعد لاي جيت وبعد ميكانيكا تمام يا قناه كنت تشوف هذا الحال الليكتشر انا كاتب لكم عندها راندوم مفتوحه طول الوقت هذه ما لها بالاكشمنتيشن هذه تبقى على الرستي هذه عوف اصلا الراندوم ولا العلاقه بس ليش؟ لان هي مفتوحه دائما ما لها اي بس مجرد توازن الايونات شوف قبل سالب 55 او بعد هناك سالب 70 الحقيقه هي مش الفولتج شوف الفولتج ما تبدا بالاكشمنتيشن عندك انت حتى صار عندك اكشن في المسج عندك تحفيز التحفيز ممكن يكون تحفيز كهربائي الفولتج تنفتح الى الفولتيه مباشره بس نادرا هذا الحدث اغلب الاكشن بوتنشال ضوء يدخل بعينك هذه مثلا الرتنا لمسج شغله ميكانيكال ميكانيكال واحد يقول يعني يصير ميكانيكال جيت طبعا ممكن كم اللمس تفتح انت لما تلمس الضوء على الخلايا تنفتح صار عندك ايش احساس باللمس فانت الاكشن بوتنشال بدايته لازم عندك تريجر معين شو يعني تريجر شيء زي الطلقه انه لما تضغط على الزناد في زناد حتى تفهم افهم معنى الكلمه تجي تفهم الاكشن بوتنشال من عندكم لازم فرق وضرب طرف نار عمره شاف ولا شو انت اكيد شفته بالافلام عندك مسدس المسدس تلمسه في زناد الان الزناد هو انضغط لحاله لو انت ضغطت هذا انت تريجر لكن شوف لو ضغطت خفيف بتنطلق الطلقه الناريه الا الضغطه ضغطه معينه اللي هو الثريشولد ليفل وبعدها راح تقدر توقف الطلقه صح سو اكشن بالمعنى الكلمه هو هذا احسن مثال تفهم منه فانت شو بدايتها كانت اما ميكانيكال ميكانيكيه او بدايتها شو كانت ماده كيميائيه مثل اسيتايل كولين او غيره وارتبطت بقنوات فتحت قنوات الصوديوم مثل شنو سامعين مركب اسمه اسيتايل كولين مركب هو شنو بالاعصاب ما احترقوا هسه
ناقل عصب يجي على عصب يحفزه. كيف؟ تتذكرون قلت لكم اكو عندنا بوابات فيها ريسبتر، تجي ماده كيميائيه تفتح البوابه. فبدايه الاكشن بوتنشل جايه من هذه البوابات، ميكانيكال لاي جيم. واضح؟ هسه نجي فهنا بدايتها، تذكر بدايتها بدايتها اما مي ثاني او دار جيم او جاب جنكشن. خليه تحفزت واصلة التحفيز اللي بعده مباشر، مفهوم؟ زي القلب مثلا، خليه تحفز القلب تحفز اللي بصفها، تمام؟ انت ايش تطرح الايونات داخله. ايضا أيوة عندك مثلا خلينا نمسح ال H E trigger راح تكون قنوات مثل H M ثاني K أو L gains، يعني مادة معينة كيميائية ناقل العصب مادة معينة دواء معين. واضح؟ طيب شو قلنا بعد أيضا؟ gap junction هذه ونادر أو قليل الفولتج. واضح؟ من تحفيز بالفولتية مباشرة. واضح؟ قليل جدا. اغلب البداية تكون ايش من هذه الثلاث. وطبعا اكثر وحدة مستخدمة لتوليد الاكشن بوتنشل بالجسم هي اللايت جيت، مواد كيميائية جسمك من خلالها يسوي ايش؟ وظائف الوحدة. في عندك الميكانيكال تكون ايضا الفوتو سنسيتيفيتي كمان. اللي ايش؟ بالعين مثلا، الحساسية للضوء وغيرها، طبعا لها تفصيل ثاني بتاعها لكن بس لا جنس في عبارة لا جنس يعني مرتبط. شو يعني؟ في قناة وعندك فيها مستقبل. هذا المستقبل لو ارتبط بمادة معينة كيميائية تفتح البوابة ويدخل ايش؟ صوديوم. طبعا هذه كلها داخل بوابات صوديوم، واضح؟ هذه كلها بوابات صوديوم ام اي. ليش؟ لأن هو بداية الاكشن بوتنشل لازم صوديوم. واحد يقول لي البوتاسيوم، يقول لك اصبر البوتاسيوم هذا دوره بعد مجرى، تمام؟ دور البوتاسيوم هنا ما عندنا موجود، هو موجود داخل الخليه وخلاص. ما عندنا جاي هذا دور البوتاسيوم. فلما يصير عندك نايت اكشن بوتاسيوم شو لازم يدخل؟ صوديوم. فبالتالي شو راح يصير عندك تحفيز شوي شوي. لنفرض اجى تحفيز ميكانيكا او لايجن قليل جدا. سووا لك تحفيز وراح. هل راح يصير اكشن بوتاسيوم؟ لا. اجي تحفيز شويه اكثر، هل راح يصير اكشن بوتنشل؟ الا لو وصل تحفيز وين وصل؟ لحد العقبه صار اكشن. ليش؟ الان انت لو لمست لمسه خفيفه ما راح تحس فيها. واضح؟ مع العلم هي سوى التحفيز. ميكانيكال ضعيف جدا. فتح كميات قليله من ايش؟ قنوات الصوديوم. فما سوى ايش؟ ما سوى الموجبيه الكافيه وما وصل حد العقبه ما صار. فالان انت ما ايش؟ احساسك بقل. مرات بعض الخلايا بعد مده طويله يصير عندها عمليه نسميها ايش؟ الادوب تكيف. شنو؟ ان دائما تحس في ايش؟ دائما تحفيز تحفيز تحفيز. شو تسوي؟ اما تزيد الثريشولد او تزيد الريستنج. فبالتالي شنو يصير؟ اصعب تحفيزه. فشنو؟ يروح التاثير ملزمه بمده معينه. مرات الريسبترات نفسها تبدا ايش؟ تكون مقاومه للماده نفسها. فبالتالي تمنع حدوث الاكشن بوتنشل. فهذول الصغار هذول لهم اسم معين. راح نجي على اسمهم هسه بعد شوي. اسم معين، هذول اذا كانوا ما وصلوا لحد العتبه ما يودون اكشن بوتنشل. بس تذكر هم منين جايين؟ يا اما لايف جيت او دارك جنكشن او ميكانيكال. طيب طب لما الان وصلنا 55 ملي فولت، لما وصلنا 55 ملي فولت نفرض انفتحت قنوات صوديوم بهذه الطرق، قناه ميكانيكيه او اجت ماده معينه تبحث عن قنوات صوديوم وصلت لحد العتبه، بعد حد العتبه كل الاكشن بوتنشل بعد ولا تقرا ولا تعرف الموضوع كله فولتج جيت، كل البقيه ايش هي؟ فولتج. يعني دكتور يعني هي المصيبه هاي القنوات احنا كل حطناها عشان هذه البدايه بس 100%. طبعا ما هي اذا بدونها ما راح يبدا اصلا الاكشن. اما البقيه كلها ايش؟ فولتج. البقيه كلها بوابات كهربائيه بعد، ولا الاعلان الميكانيكي ولا شيء، ولا اكو شيء يقدر يوقفها. ليش ما يقدر يوقفها؟ مرتبطه بكهرباء الخليه بعد، ماكو شيء يقدر يوقفها. تغير كهرباء الخليه راح تنفتح وخلاص.
تمام. الحاله الوحيده تقدر تتوقفها انك توقف ايش تسحب انت ايونات الصوديوم. كيف راح تقدر تسحبها واحده واحده هتبقى عندك؟ مستحيل طبعا. ما راح يقول لك تفهم ما قاعد تسحبون الفكره يعني. تمام واضح. بعدها ايش راح يصير كل الفولتج؟ جيتي خلاص دور هاي القناعات وقف بعدها ما لا هي بعد هاي انتهى. واحد يقول لك ميكانيكال ثاني انفتحت وايش بعد الفايده انفتحت؟ ما هي اصلا صار لك بوتنشل واضح؟ خلاص هي بعد فولتج جيت بوابات كهربائيه انفتحت. شوف كل ما انت زيدت صوديوم في هذه المرحله كل ما زيدت صوديوم انت عمليه في هذه المرحله تبدا شويه تفتح تبدا جون فولتج جيت تمام؟ كل ما تزيد صوديوم اكثر في هذه المرحله بعدنا بالبدايه ايضا انت راح تساعد ايضا تفتح بعض الفولتج جيت. لكن الفتحه بتاعي شو راح يكون بعد ايش؟ ترشل. هنا عندك شغله اسمها سلو شانل. شو يعني سلو؟ بطيئة. ليش؟ هي بدها ما بدها الخليه يجي تحفيز هايف ما له داعي ويسوي اكشن بوتنشل. فشنو؟ تفتح بالبدايه لما يجي تحفيز هذا بسيط تفتح قنوات طبعا وجه ميكانيكال صح؟ بلس راح تبدا تنفتح قنوات ايش؟ فولتج. بس تفتح البطيء ليش؟ عشان لو كان مو بالقدر الكافي شو يصير؟ يتلاشى تمام؟ لكن لو قدر انه استمر وفتحها بالكامل توصل. طب لما يصير هنا ايش راح تفتح يا قنوات؟ فاست هي كلها صوديوم فاهم؟ بس ايش تكون؟ فاست شانل قنوات صوديوم سريع واضح؟ قنوات صوديوم ليش؟ لان خلاص صار عندنا اكشن وتنشر انت بعد ما محتاج تعرف انه التحفيز كفايه او مش كفايه خلاص هو كفايه مبين بعد مفهوم الفكرة؟ فهنا كله فاست صوديوم شانل. طيب فهسه الفولتج جيت لو قلنا الفولتج او الصوديوم ان اي فولتج جيت شو وقت تفتح اغلبها؟ بين صار ب 55 كانت الموجب 25 سالب 55 الموجب ايش قد؟ 25 فتشوفون هذه النهايه وصلتها؟ ليش قلت لكم الان مهمه؟ الان ما صارت اكثر موجبيه ليش؟ لان نسيت القنوات يعني هسه بوابه الكهربائيه تبع الصوديوم من يا فولتيه يا فولتيه سالب 55 هذا المكان راح تنفتح زدت اكثر تنفتح اقل من قصد تنفتح فهي شروط مفتوحة فقط هذا ولذلك الخلية مصر موجبة إلى ما لا نهاية مفهوم؟ راح تصل إلى ايش سالب أو آسف موجب 25 وتوقف هذه النقطة شو نسميها؟ أوفر شوت أوفر شوت ضربة قصوى إذا نسميها واضح؟ لما توصل شوف لما توصل للأوفر شوت شو صار فيها؟ تسكرت القنوات صوديوم بعد ما راح يدخل حلو وقف طب الخليه الان لو كان فقط الصوديوم بس وكان وصلت هنا وتوقفت وقفنا على الحد وخلص شو يصير شلون ترجع تنزل في موجب 25 يا قنوات راح تنفتح بوتاسيوم واضح شوف ليش قلت لك البقيه كلها فولتج البقيه كلها فولتج ما لها اي علاقه لا ميكانيكال لا لايجين ولا اي شيء كل البقيه ايش؟ فولتج اما هو عمليا لازم يكون فولتج البقيه كلها تعتمد على ايش؟ تغيير الكهرباء فانت من موجب 25 لا سالب 70 شو بيكون عندك؟ يا قنوات تفتح بوتاسيوم شنو؟ واضح؟ بوتاسيوم شنو؟ طيب البوتاسيوم وين كان اكثر؟ داخل الخليه ولا خارج الخليه؟ طيب لو فتحنا البوابه راح يدخل ولا راح يخرج؟ هو داخل كثير وخارج الخليه، ايش راح يصير فيه؟ بفعل التركيز من التركيز الاعلى الى اقل طب لما يخرج هو شنو شحنته؟ طب لما احنا نخرج شحنه موجب من الخليه شو تصير؟ ترجع ايش؟ سالب واضح بس البوتاسيوم ايش بيصير فيه؟ فبدينا ننزل واضح؟ طب واحد يقول لي دكتور لحظه ما انت انا وصلت ونزلت هي المفروض تقدر تسالب 70 المشكله قنوات او هي المشكله بالحقيقه هي قنوات البوتاسيوم اغلبها او تقريبا كلها سلو شو يعني كلها سلو؟ بطيئه فانت بوابه بطيئه تخيل مرات انتم شايفين لو لنفرض عندك بوابه كانت ما شكل في الكرتون بوابه تنسد اخر لحظه
يدخل يدخل البطل ولا يدخل المهم ما معنى. فايش بيلحق صح؟ الان البوتاسيوم لو كان سريع كان مجرد انه وصلنا عند 77 توقف. بس ايش صار البوابه؟ فايش صار مده اكثر بتخرج. واضح الفكره؟ هي طبعا هي عمليه تنغلق على سبيل بس هي تتاخر بالغلق اصلا هي بطيئه. واضح؟ فراح شنو راح تخرج بوتاسيوم اكثر من لازم. فبالتالي هذه كلها سلو طبعا. سلو مفهوم الفكره؟ ليش بيصير؟ طب هسه هي وين كان مالت الريسبيك بوتنشال؟ سالب 70. ايش صار فيها؟ هي نزلت اكثر من الريسبيك بوتنشال. شو بنسمي هذه الحاله؟ هذه ريبولرايز طبعا بس صار هذه هسه جايه. طب خلينا نسوي تسميه. شو بنسمي هذه الحاله؟ دي بولارايزيشن. شو يعني دي بولارايزيشن؟ نزع الاستقطاب. شو الاستقطاب؟ كانت سالب وموجب صارت العكس. واضح؟ طب هنا ايش راح يصير؟ الموجب راح يخرج. ايوه احنا راح نرجع الحاله الاصليه. فايش راح نسميها؟ ري بولارايزيشن. طيب تمام والله سهل. هذه الحاله زيادة أو فرط الاستقطاب شو نسميها؟ هاي بار فوق اللازم. واضح؟ فوق البسمة صار رسمت الجو. هذه هاي بار بولارايزيشن. الآن سؤال، هذا سؤال الفروض في المرحلة الثالثة راح تاخذون لما تمتحنون الفروض. يقول لك شو يسبب الهايبر بولارايزيشن؟ من يقدر يقول لك؟ يعني بوتاسيوم ايش؟ يخرج أكثر. تمام؟ طيب شوف بجد بسيط سؤال كثير طلاب جابوا خطا. ايش ما يحفظون اصلا؟ ايش مبدا؟ مش حلو. بس هو هذا بعدين ما خلص. بس هنا مفهوم كل الامور. تمام؟ اقل عندي سؤال واضح. اسال السؤال اللي يجيب لك هايبر بولاريزيشن شنو سببه؟ خروج بوتاسيوم اكثر من اللازم لان القنوات ما تنسد على السريع. في قنوات مفضله ايش؟ مفتوحه. تمام؟ واضح؟ طيب طيب هسه وقع هذا الفكره؟ زين هسه السؤال. الان احنا خرجنا بوتاسيوم ودخلنا صوت بعد عمليه هاكشن تنشر. الخليه مو عندها هاكشن تنشر مره واحده بحياتها وخلاص بعد. عندها ملايين هاكشن تنشر تسوي كل يوم. كيف يا دكتور؟ الخليه لازم ترجع نفسها للحاله الاصليه. شو الحاله الاصليه؟ بوتاسيوم جوا وصوديوم برا. يعني لازم تطلع الصوديوم وتدخل مين؟ بوتاسيوم. طب كيف؟ هل هذا مع التراكيز لو ضد التراكيز؟ فكروا. بوتاسيوم اكثر داخل الخليه من خارج الخليه. احنا بدنا ندخل بوتاسيوم ضد صوديوم اكثر خارج الخليه من داخل. احنا بدنا نخرج سهل؟ لا ضد. ايش لازم نستخدم؟ طاقه الاكتيف ترانسبورت. تذكرون كتبت لكم مضخه اسمها صوديوم بوتاسيوم اي تي بي ايز بامب. هنا نستخدم هذا الموقع عند في هذه المرحلة من هايبر بولرايزيشن. عند نهاية الهايبر بولرايزيشن شو اللي بده يصير؟ اشتغلت عندنا ملف شوي بس ما حمسك من بعض الاشياء حتى نقدر خليك بيت هايبر بولرايزيشن. شوف ايش صار من الترجمة؟ هرستي؟ في هذه المرحلة هنا اشتغلت عندنا مضخة، شو اسم المضخة؟ صوديوم بوتاسيوم اي تي بي ايز، يعني تستخدم الاي تي بي بس. شو تسوي هاي المضخة؟ تخرج صوديوم وشو تدخل الخلية؟ بوتاسيوم. من يعرف كم صوديوم تخرج؟ كم صوديوم يخرج كم بوتاسيوم؟ ثلاثة صوديوم كم بوتاسيوم يدخل؟ اثنين. صحيح. من يعرف ليش؟ سؤال ليش؟ لماذا؟ هل عرضنا مسألة صدر عن الأرقام مطالبين بها؟ تخرج ثلاثة صوديوم وتدخل ايش؟ اثنين بوتاسيوم. ليش هذا؟ ليش ثلاثة صوديوم بوتاسيوم؟ من يعرف؟ طبعا هذه
هسه نجي على ايش؟ كم نوع من اكتيف ترانسبورت تذكرون؟ شو كان سكندري؟ كو ترانسبورت. هاي هسه بستخدمون الكاونتر والكو. عندنا كالسيوم. الكالسيوم مش كل الاكشن منتشر بس في كثير من الخلايا مثل القلب كالسيوم يدخل كمان. تمام؟ لنفرض الان دخل انت كالسيوم. الكالسيوم وين موجود؟ خارج الخلية او داخل الخلية؟ خارج. طب لو الان دخلنا يعني تركيز اعلى خارج، لو دخلنا كالسيوم هذا الكالسيوم دخل لوظيفة معينة كمان، عضلة صارت اشياء معينة طبعا بالطبع انه رجع لكم، واضح؟ هذا الكالسيوم ورا الاكشن موتيشن لازم يظل داخل ولازم يخرج. طب كيف راح تخرجه؟ فرق ايش؟ عكس التراكيز. برا عالي وجوه ناصي، لما دخلت انت ما راح تبدا تدفع مره ثانيه تخرجه، كيف راح تخرجه؟ تقدر شوف تقدر تستخدم اي تي بي، بس انت كالسيوم اي تي بي، صوديوم اي تي بي، بوتاسيوم ما شاء الله انت غير عندك يعني خير من الله اي تي بي اكيد يعني انت عندك اي تي بي كم في عوائد، فطبعا مش معقوله هذا الشيء، كيف راح تستخدم ياهو؟ تستخدم طاقه الصوديوم، صوديوم تذكرون من خلال استخدام ايش؟ الايش؟ النقل العكسي كاونتر ترانسبورت. طلعنا كم صوديوم؟ ثلاثة. يرجع واحد يدخل ونرجع نطلع مرة ثانية. فهمنا؟ بس الواحد يقول لك كيف يا دكتور؟ شلون دخلت؟ ما فهمت المسألة. أنت كم بوتاسيوم دخلت؟ كم صوديوم طلعت؟ يعني في ايش واحد؟ زيادة. راح يتعادلون على المدى البعيد، ما أنت دائما في واحد أكثر من البوتاسيوم، فلو رجع هذا الواحد دخل ما راح يصير كل فرق، انا ايش؟ 2 بوتاسيوم 2 صوديوم كان طلعت فتعادلت، تمام؟ تخيل انه يعني هذا 2 وهذا 2 متعادل الامور صح؟ بس احنا كان عندنا 3 2، كل مره تطلع 3 2، يعني في وحده ايش؟ زياده، فلو رجعت هذه الوحده زياده دخلت مره ثانيه ما راح تشكل لك فرق. ليش ما تكون ناقص؟ شوي لا مو انت لا لا قلت ليش مش 1 كي و2 صوديوم؟ ليش من طالع 3 بالنار وندخل 2 كيلو؟ ليش ما من طالع 3 والنقص بيكون 2 كيلو؟ انت شوف انت الفكره ما عندك، قصدك ليش هذا البوتاسيوم يكون اقل مثلا؟ مو انت الفكره انت شكلك البوتاسيوم يكون يرجع داخل الخليه صح؟ صح. طب انت ليش ترجع واحد ياكل اي تي بي؟ ليش ما ترجع 2؟ يعني الفكره انه كل ما نرجع اكثر احسن عشان اي تي بي اقل تصرف. هذا الفكره من الموضوع واضح؟ طب انت تقدر ترجع واحد بس شو الفائده يعني انت ايش انك خسر الطاقه اكثر على كنت تقدر مثلا كل مره تدخل 2 مكان واحد بس طاقه تحط الطاقه يعني تحط الطاقه يعني عادي يصير واحد بس ليش طلعنا 3 صوديوم عشان في واحد زياده شوف ليش ليش راح يصير في واحد زياده تمام يعني انا زادت ايش في واحد هذا الواحد راح يرجع ايش يدخل شو راح يخرج مكانه كالسيوم وقلنا حتى يستخدم طاقة تنشيط الصوديوم تمام؟ هذه سميناها العملية كاونتر ترانسبورت هو شوف هو بالنهاية بالنهاية عمليا صارت بالاخر شنو؟ 2 صوديوم و2 بوتاسيوم وهو بالفعل متعادلة صارت بس هي العبرة كانت ليش 3 صوديوم؟ عشان انت بدك وحدة زيادة تستخدمها للكالسيوم عشان لا تستخدم اي تي بي شوف شلون فكرة ذكية؟ آه سبحان الله طبعا مش شفت والله الفكرة تمام بس حتى تفهمون هذه وين مفيدة؟ في عندنا دواء نستخدمه للقلب يزيد الكالسيوم بالقلب تعرفون شو يسوي؟ يسكر هذه القناة يستخدم في فشل القلب يسكر هذه القناة لما تسكر هذه القناة صوديوم أقل يخرج صوديوم ما راح يخرج كالسيوم ايش راح يصير فيه؟ يظل داخل القلب يزيد الايش؟ انقباض القلب وضحت الفكرة من الموضوع؟ تمام؟ واضح؟ طيب شو مرة ثانية لنفرض أنت ثلاث خلية ترجعها متعادلة كهربائية لنفرض أعطيكم مثال في 2 من أصحابك برا و2 جوا لو بادلتهم أنا اللي كانوا جوا طلعوا لبرا واللي كانوا برا دخلوا لجوا صار تغير؟ هم نفسهم صار واضح؟ بس لو لنفرض اني كنت اكو واحد من اصدقائك قوي جدا من هذول الايش؟ 2 في واحد قوي جدا ممكن يسحب شيء ثاني موجود مثلا طاوله او شيء موجود في القناه بدها تخرج كمان شو بتسوي؟
ادخل ثلاثه من هذول ليش الاقوياء تمام، واخرج اثنين من اصحابي وواحد من هذول اقول له خذ الطاوله واخرج. بالنهايه صارت نفس الشيء تمام، بقوا اثنين وخرجوا اثنين بس واحد استغليته وطلع، بس هو وصل انه استغله ليش لا اكثر ولا اقل ترى المساله تمام، دخل وطلع ما سويت شيء بس استغلينا قوي فقلنا يعني مشي حالك اه بنعوضك اكشن بوتنشل بعدين تمام. مو هذه الفكره ترى بسيطه مو صعبه، هذه ما قلتش هذه بس هنا بولرايزيشن، هذه ريل بولرايزيشن، هذه هايبر بولرايزيشن. اللي اذا اعدد الشروط ترى هي نفس المصطلح جاي بول بولرايزيشن هي نفس تمام، فيعني ما تخافوا من المصطلحات. طيب هسه نجي inactivated. طيب ممكن انطفل احد عنده استفسار عن الموضوع ولا مفهوم؟ في سؤال شوي غريب، شو ليش يعني ما نخليه مثلا 3 بوتاسيوم فعلا؟ ليش ما نحطه بارك 3 بوتاسيوم؟ لا هسه هذا سؤالك محله ابد مو مريض. تدري ليش؟ البوتاسيوم لو انت طلعت زياده ما راح تقدر تدخل، لان هو اصلا داخل الخلايا اكثر من خارجها، فرق التراكيز بالعكس من الداخل للخارج. شوف سويت انت طلعته للخارج واصلا ما راح يقدر يدخل، كيف راح يدخل واصلا زياده في خليه البوتاسيوم اصلا؟ يعني البوتاسيوم هي مليانه بوتاسيوم، لو انت خرجت البوتاسيوم كيف راح ترجع تقدر تدخله مره ثانيه؟ فكيف راح تستغل اصلا طاقه تنشيط؟ ما في طاقه تنشيط من اساسها، لان فرق التراكيز انه البوتاسيوم يخرج مش يدخل. وضحت الفكره؟ ما فهمت الموضوع. ليش تستغل الصوديوم؟ لان الصوديوم ما موجود اصلا داخل الخليه او قليل جدا، فمجرد تفتح البوابه ايش راح يسبب؟ انت ما بدك اي تي بي كمان حتى تدخل الصوديوم والبوتاسيوم، ما سوينا شيء بعدين صح؟ هسه انت هي نفس الفكره، هذا القناه هيك مصممه يعني ليش بالضبط؟ طيب هي نفس الفكره يعني. طيب شو هذا ما افتكر بدي اكشن بوتنشل ثلاث مرات عشان عبر الثريشولد تمام. شوفوا هسه هذا الاكشن بوتنشل اذا تشوفون شوفوا هسه هنا كم، هذا طبعا المخطط قلنا هنا فولتج وهنا ايش تايم الزمن بالمية. طبعا هذا كله وقت ياخذ تمام. ايش قد كان الريستنج؟ سالب 70. هذا خليه عصبيه كمثال. اجى تحفيز مو كافي سوى اكشن مثل ان شاء الله، الا اجى تحفيز وصل الى سالب 55، هذا ممكن يكون لاي جينت او ميكانيكال، لكن بعدها كلها ايش بول؟ خلاص انفتحت بوابات الصوديوم بعد ما تغلق. ايه وصلنا ايش الى ايش؟ طبعا هنا موجب 40 كمثال، واضح هذه الارقام مو ثابته يعني انطيتها، كمثال هنا 25 موجب 40، انسدت قنوات الصوديوم، شو انفتح؟ البوتاسيوم، فعندنا ريبولاريزيشن. ايوه بس ايش قلنا هذه تاخذ وقت، صار عندنا هايبر بولاريزيشن. في هذه المرحلة شو انفتحت عندنا ايش؟ عندنا البومب بدأت تشتغل تمام؟ طبعا هو من مستوى الثريشولد وانت نازل تشتغل البومب، مش انه تشتغل هنا بالحقيقة. بس على ما تلحق انه تخرج كل الامور وتعدلها تاخذ وقت، فيلا ترجع تمام؟ فهي من مستوى الايش؟ الريستنج ممبرين تبدأ تشتغل وانت نازل. فكل حالة الهايبر بولاريزيشن البومب مشتغلة. تحاول ايش؟ تعدل، والقنوات من البوتاسيوم شوي شوي راح تنغلق، الامور راح يصير ترجع للطبيعي. وافتهمنا ثلاثه صوديوم، وشو هذا فائده الواحد الصوديوم؟ يخرج الكاف للسيوم. هذا وين بالايش؟ بالكاردك اكشن بوتنشل. راح تشوفون هذه المساله تطبق بشكل دوري، مفهوم الفكره هذه؟ واضح. فهذا بالنسبه ايش؟ للاكشن بوتنشل. طيب هذه بس فد امور حبيت اعطيكم اياها حتى تعرفون. قنوات الصوديوم في عندها ثلاث حالات مش حالتين،
حالة كلوز وأوبن نفهمها إنه إما مسدودة إما إيش مغلقة. بس في حالة ثالثة اسمها إن أك تيفيتد. وهسا دا أضيف لكم معلومة ليش لأن في شيء راح نضيف أكثر شوية صعوبة. فهسا قنوات الصوديوم على ثلاث حالات، حالة كلوز وحالة أوبن وحالة إنك. لما كانت بنت سنة 70 كانت كلوز، ما متفقين تقولها صح؟ كلوز إيش يعني مغلقة؟ شوي شوي بدأت تنفتح. بنت سنة 55 انفتحت القنوات، صارت إيش؟ كانت كلوز صارت أوبن، مشت أوبن. لما وصلت هنا إيش صارت؟ مش كلوز إيه؟ أكتيفيت. شو يعني؟ شو الفرق أصلا؟ يعني هسه لا هسه بدك اياها هسه تفهم 100%. هذا البغل، هذا البغل، هذا البغل. الان لو انا فتحت الباب من فوق، طب لو سديته، طب لو قفلته، الباب تقدر تحاول تسده؟ هنا اكتبيه. فهمت الفكره من عندها؟ باب مفتوح اوفن، باب مسدود بس لك كلوز، يعني لك الضغط انه ايش؟ تفتح. بس لو قفلته هنا اكتبيه. هنا شو يصير فيها في حاله ايش؟ تنقفل القناة. يعني شو يعني ما تقدر ايش تفتح، واضح؟ ما عندك قدرة ان ايش تفتحها مرة ثانية، تنقفل الى ان توصل ايش سالب 70 يلا تصير كلوز، يعني يفتح القفل لكن مسدود الباب. هذا ليش مهم يا دكتور؟ ربع الفارماكولوجي بالقلب وانت بدها هاي الفكرة بس مفهومة هسه؟ ليش ركزت عليه؟ لانه لازم تعرفوها. فهسه نجي لسالب كلها فهمتوا؟ راح امسح الخط هذا بدون خلوا صورة او شيء على ابقاتكم. طبعا هذه المحاوله مهمه جدا، ليش بدكم تركزون عليها؟ لانه معتمده وايد انك تكون تدرسون علم الادويه كله راح يعلمكم هذا. فاللي فهمها هسه اموره سهله، واللي ما فهمها راح يعاني بعدين. يعني يبدا يقول ايش هذه الافكار كلها في الجمهور؟ شو؟ لا هسه اكتب لكم، هسه اكتب، هسه انا بس شرحت لكم، هسه ارجع. واضح هذه؟ طيب. شو؟ ايه طبعاً ما فيه اختلاف، يمكن الاوبر شوت تختلف بس يمكن الاوبر بروس في زيادة، بس يعني كأثر من البروزيشن هي نفسها، لا تخاف منها. كاليا هي نفسها كالسيوم لا تصل على الحالات، لا الحالة نفسها ما في شيء اوبن وكلوز هي بروس بس، دائماً هي مفتوحة مثل بروس. كلمة بلاكات مثلاً مغلق، كل النقاط عندنا نشيل الورقة بلوك بالانجليزي، كلوز مثلاً أنا زكي مش يسمونه حاضر. لا أنت المصطلحات صعبة تطبق عندك قانون. لا 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 open open و close و end او بالاحرف الاثنين ما في شيء. هي شوف حتى نعرف قصتها، هي بدت ايش؟ بدت close، بعدين ايش صارت؟ open، بعدين ايش صارت؟ inactivated، بعدين ايش صارت؟ close، وهكذا. تمام؟ وهكذا امشي بالمخطط من الاول، يعني من هنا كلوز وانتهينا كلوز. هذا يقول له الصوديوم فولتج هاف جيتد. شو القصد؟ لما اجى تحفيز معين قلنا هي كانت كلوز عند سالب 70 تمام؟ اجى تحفيز معين وصل الى موجب 55 صارت القنوات فتحت. طب من 55 وصلنا ل 25 ملي فولت ايش صار فيها؟ اتطبقت inactivated. شو فرقها؟ يعني ما تقدر اي شيء تفتحها بعد الا ترجع منه عند سالب 70. هذا خذوا بالكم، واضح؟ بس استفهم ليش مهم بالفارماكولوجي؟ راح يفيدك هذا الشيء. واحد الفكره من عندك ليش هذا مهم بالفارماكولوجي؟ ليش داعي لها؟ لو انت توقف اكشن ديشن، لو عندك مشكله في القلب يزيد ايش ضربات القلب، شنو اللي مو راح تقول لي انا هو inactivated واروح انطي دواء مثلا؟ طب ايش فائده هو اصلا ايش؟ تنطي ايش؟ لما كان كلوز تمنع يصير اوبن، او لما كان اوبن حتى يصير ايش؟ عندك هذا المجال اللي تتحرك فيه، واضح الفكره؟
هتعرف التوقيت، لان الادويه راح تشتغل كل واحده على توقيت معين، مش انه هي كلها تشتغل نفس الشيء. تمام؟ بس حتى نفهم وضحت الفكره. كلوز اوبن انكتيفيت وبعدين كلوز. فهسه في هذه المرحله كانت ايش هي؟ كلوز. في هذه المرحله اوبن. بعد هذه المرحله انكتيفيت. طب هنا ها كلوز هنا كلوز. تمام؟ بس ما لك علاقه بالهايبر او مايكرو. لو وصلت هنا أنا ايش صار يعني؟ بس تمام؟ لازم توصل سالب 70 عشان ترجع كلوز، يعني انت تحقق العلم. دكتور وهذا الكلام مهم 100%. شو عندك؟ عندك شغله اسمها ابسولوت ريفلكتر بيريد والريلاتيف ريفلكتر بيريد. تمام يا استاذ مباشر صح؟ شو هي هاي الابسولوت ريفلكتر بيريد والريلاتيف ريفلكتر بيريد؟ احنا عندنا اكشن متلاشر. تخيل انت الان عندك اكشن متلاشر، عندك خليه صار فيها تحفيز، سامعين بزياده ضربات القلب، او مرات ناس يصير عندهم مشاكل في القلب تؤدي الى زياده متفاقمه في ضربات القلب. تمام؟ طب انت سأل نفسك اذا هو القلب اصلا في اكشن بوتنشل، كيف بده يصير في اكشن بوتنشل ثاني حد يصير زياده؟ كيف بده يصير؟ شلون ممكن هذا الشيء؟ في اكشن بوتنشل بده يصير اكشن بوتنشل ثاني مباشره، ما في وقت معين بيناتهم. اذا لا تلاحظون لاحظوا وقت كثير تلاحظون؟ في الخلل. وين صار الخلل؟ وين؟ تفضل في قنوات الصدم. بس وين؟ عند مستوى البستي. 100% عند مستوى البستي. ليش؟ شوفي هذا كله، هذا كله من بدايه الامر الى نهايته لهنا مستحيل تراك شو متنشر ثاني. ليش صار القنوات هنا؟ سكرت انكتيفيتد واضح؟ فهل ممكن تراك شو متنشر هنا ثاني؟ يعني مباشره من هنا؟ مستحيل. عرفت كلمة مستحيل ليش؟ ايش وقت في امكانية يصير اكشن متنشر قبل ما يخلص واحد؟ من ايش؟ بداية الهايبر بولرايزيشن. ها 100% صار الشيء من بداية ممكن يصير ثاني، يعني يصير لاصق بالاول مباشرة. تمام؟ وهكذا. طبعا معناته وقت اقل، معناته زيادة. اذا هذه عندك حالة نسميها ارثميا او عدم انتظام ضربات القلب. تمام؟ كيف؟ بسيطة جدا. عدم انتظام ضربات القلب. لو سألوك سؤال يصير بهذه المنطقة او هذه المنطقة؟ منطقة ثالثة صح؟ كلمة ابسولوت شنو بالانجليزي معناها؟ مطلق. يعني شو يعني مستحيل؟ فأنت عندك لحد هنا هذه المنطقة كلها شو بنسمي هذه المنطقة؟ بس اشوفكم الرسم هذه كلها مستحيل يصير فيها اكشن بوتنشل ثاني ما دام في اول. شو نسميها؟ خلي هذا مسكته. هذه شو نسميها المنطقة هذه؟ سلوت ريفلكتري ريفلكتري بيريود. تمام؟ ابسط ريفلكتري ريفلكتري بيريود. شو يعني الفترة الراجعة المطلقة؟ يعني ما في رجعة. تمام؟ شو يعني ما في؟ ما في اكشن بوتنشل ثانية. طب بعدها بعدها هذه المنطقة، هذه المنطقة من الهايبر بولرايزيشن ممكن يصير اكشن تشر ولا ما ممكن؟ بالحقيقه هو دائما ما يصير، لكن ايش ممكن الحصول؟ سامعين بالنظريه النسبيه؟ شو النظريه النسبيه بالانجليزي؟ ريلاتيف. تمام؟ يعني شو نسبيا؟ يعني هو ممكن يصير وممكن ما يصير. فشو نسمي؟ ريلاتيف ريفلكتري. ليش ممكن او مو ممكن؟ لان قنوات الصدر ايش صار فيها في هذه المرحله؟ تحولت الى كلوز ان اك فالها القدره ان تتحفز مره ثانيه. اكشن من يتولد لما يخلص الهايبر بولرايزيشن. دكتور المفروض انه لازم توصل ل 170 قدره عشان تصير كمان بعيد العمليه. شو؟ الاكشن شو؟ حتى ما ترجع تصير. اي؟ نوصل ل 170 صح؟ شو 170؟ حتى ما ترجع تصير. 70 70 70 لا لا 70 70 70 مش مشكله 70. وقت الفكره؟ هسه عيدكم هسه خليني اشوفكم على الرسم احسن مني. هسه شوف ما بنسن شوف هذا رسم لي انا هذا ابسولوت ريفلكتر بيريد وريليتيف. تمام؟ شوفوا هنا انا بس بقى انتبهوا يا شباب، هذه منطقه الهايبر بولرايزيشن. تمام؟ هذه المنطقه شوفوا هذا الاكشن بوتنشل رقم واحد لنفرض هذا بالاصفر لما صار
هل ممكن طبعا هذه كل وحده واحد لا تاخذها انه هي كلها نفس الشيء، بس القصد ان الرسمه صار عندك هذا اللون الاصفر، احنا خلينا ناخذ اكشن متنشر، صار الاكشن متنشر هنا قنوات الصوديوم مش صاير فيها كلوزد، عد سالب 55 اوبن، وصلت هنا مثلا صفر كمثال انك تبيتد. هل نقدر بعد احنا نفتحها؟ خلاص انت المنطقه هذه كلها في امان، مستحيل ايش مأمن انه ما يصير اكشن متنشر. واحد راح يسالني يقول ليش ما ممكن هنا يصير اكشن متنشر؟ ما هو يا حبيبي اصلا ايش صاير اكشن متنشر، ما هي اصلا صاير يعني ايش بيصير، هو صاير تمام. فيعني هذا تفهمها يعني ترتبط منها المساله. فالان انت وصلت 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 نزلت نزلت كلها انكتيفيتد، وصلت سالب 70، ايش صار القنوات؟ تحولت من انكتيفيتد الى كلوز. قبل ما توصل سالب 70 مره ثانيه، كل هاي النقطه شو نسميها؟ ابسولوت ريفلكتر بيت. ورا ما وصلت سالب 70 للمره الثانيه شو بنسميها بعدها؟ كل الباقي شو بنسميه؟ ريليتيف. يعني من بدايه الهايبر بولاريزيشن وانت رايح. ليش ريليتيف؟ لانه القنوات ايش صار فيها في هذه المرحله؟ تحولت من مثبطه الى كلوز، بس مغلوقه عادي، المغلق ممكن يفتح مره ثانيه، ويصير عندك اكشن متنشر هنا بالضبط بهذا الشكل، واكشن متنشر بالضبط الثاني وراء. فطبعا هنا تقاربت بشكل خطير، واضح؟ ليش هذه مهمه؟ لان في ادويه تزيد لك الابسولوت ريفلكتوري بيريود، كل ما زيدتها انت معناتها ايش؟ انطيت فرصه اقل يصير اكشن متنشر ثاني، فهمنا كيف؟ شوف هذا الدرس يعني شو صح، هي فكره عميقه بس تصور وصلت الفكره، مفهومه الفكره؟ هسه لو انا اسالك في امتحان، ايش وقت تبدا الابسولوت ريفلكتوري بيريود؟ من بدايه الاكشن متنشر الى الهايبر بولاريزيشن. ايش وقت تبدا الريفلكتر بيريود؟ من الهايبر بولاريزيشن انت طالع، تمام؟ او تقدر تسميها بلغه الارقام لما نرجع مره ثانيه للسالب 70 كمثال، ها واضح؟ الان انتم فاهمينها بشكل جميل. احد استصعبها لو واضحه الفكره؟ شو؟ عضلة القلب؟ تمام صحيح. الاستراحه لما بيصير وقت الاستراحه هو هذا، ترى هذا الوقت. الفرق بين اكشن وبوتنشنال، كل ما قل هو هذا وقت الاستراحه، تمام؟ كل ما قللت يعني كيف تقلله؟ يعني معناته شو تسوي؟ لازم تسوي اكشن بوتنشنال ثاني. شو وقت تبدا بهذه المنطقه؟ واضح؟ يعني الفكره من الموضوع بس سهل، ترى مو صعب. هذا لما ندرس تخطيط القلب كله على هذا التخطيط نحن ندرسه، واضح؟ بسيط ترى مو صعب، بس تفهم المبادئ، وضحت الفكره؟ خلينا نسوي ايش؟ ريكاب بشكل سريع. حتى يصير عندنا اول مره تحفيز، ايش محتاجين؟ يا قنوات. يا نوع. فاهم بس يا نوع في البدايه قبل ما يصير لا لاجن او ميكانيك، تمام تمام تمام. طيب لما بدينا وصار عندنا كانت كلوز صارت ايش؟ اوبن. عند سالب 55 كمثال، اغلب الخلايا بفرق 15 ملي فولت تصير عندها الفشل. تمام؟ طيب. سوينا اكتيفيشن، القنوات كلها فتحت، كلها من نوع فولتج دخلت ايش؟ صوديوم، وصلت للاوفر شوت للحد الاقصى، ايش صارت يا نوع؟ ان اكتيفيتد. الان احنا مرتاحين ما في اكشن متنشر ممكن يصير. بدا ايش؟ سكر القلب، فتحت يا قنوات؟ وداس بدات ايش؟ تنفتح، ايش تطلع لك؟ رجعنا ايش؟ ننزل ديب، نسمي الحاله هذه ري بولرايزيشن، تمام؟ قنوات ما تتاخر، فايش صار عندنا؟ هايبر بولاريزيشن. بس احنا بالهايبر خايفين من شنو؟ من الاريثميا او من مشاكل بالخلالات اللي تصير. ليش؟ لان يعني ممكن يصير اكشن تنشر ثاني. شو نسمي هاي الحاله؟ ريلاتيف ريفلكتر. واضح هذه؟ سهله؟ حلو. انا سيطرت انتم على اكشن تنشر. صعب ولا كويس؟ في افكار كثيره لكن ايش؟ مهم تمام. مستعدين افكار الثانويه؟ انتم سيطرتوا على ايش؟ المبادئ الاساسيه. خلنا ناخذ لي رشفه من القهوه. خذوا نفسكم.
زيد الرسمي من بريم بوتانيوم او قللوه بلا احد يعني اذا زيدتوه احنا ما احنا فيه ما في اكشن ولا شيء. طيب هس رجع لك تذكرون انه ارسلت لكم الرسمي وقلت لكم في تحفيز قليل ما وصل للايش لحد العدد ليه التحفيز قليل ما وصل لحد العدد شو تسمي هذا التحفيز القليل؟ ايش بلوك؟ التحفيز بس شو يسموه؟ هذا شو يسموه كان؟ رام شو هذا تحت ال اسمه سب ريد شو ليفل او ستيميوليشن تمام؟ سب يعني شنو سب؟ يعني اجى تحفيز قليل بعد تحت ال وصل لايش؟ الثريشولد بعد خلاص ما تشوف ما تسميه سب ما وصل اسمه ايش؟ سب ثريشولد. طب يا حبيبي يا دكتور عمر ايش نستفاد من هذه كلها؟ في عندنا شغله اسمها لوكال بوتنشال. هو يا دكتور ما عندنا اكشن متنشل ايش جانا لوكال بوتنشال؟ هو كل اكشن متنشل في بدايه حياته كان لوكال بوتنشال. يعني شنو قصد؟ كل الشركات العظمى في العالم بدت ايش؟ صغيره تمام؟ بدت محليه ثم توسعت طورت تمام؟ يعني هو كل اكشن متنشل بالحقيقه اجى من سبب فشل لكن كان قوي كفايه انه يولد اكشن بوتنشل. فهذه هي معناها اللوكال لوكال بوتنشال. شو اللوكال بوتنشال؟ تغيرات في غشاء الخليه تحدث بسبب تحفيز. يعني دكتور هي نفسها الايجنت هي هو هذا نفسه هو هذا كل شرحه وكان ايش لوكال بوتنشال. اذا كان قوي كفايه ايش راح يسوي؟ اكشن. واذا كان مش قوي فقط يسوي سب فريد شولد خلص تمام؟ وضحت؟ يعني هو كل اكشن ليش اصلا ايش؟ لوكال بوتنشال قوي كفايه صار ايش اكشن؟ من الصراحه اكشن مو تسميه لوكال بعد مش محلي هذا صارت شركه اقوى تمام؟ بدايتها كانت في بلاد لكن نهايتها صارت شركه عالميه، متى تجي تقول لي والله انا احاسب اقوى على شغله كانت في الثمانينات؟ تمام؟ يعني فكره من الموضوع. فهذه نفس الفكره هو ايش لوكال؟ فاذا كان قليل شو نسميه؟ سبب شو؟ قبل ما ينجح فيها اذا نجح اكشن صار اسمه اكشن بدل يسمي نجاح شيء صار ليش يا دكتور شو الفرق؟ السلف بريشر لا تولد اكشن. طب شو فائدتها يا دكتور؟ وايش عندنا عناصر ليش ندرسها اصلا؟ لانه في بعض الخلايا لما يصير لوكال بريشر اسف لوكال بوتنشال هذا التحفيز البسيط هو سوى تغيير في ايش؟ في استقطاب الخليه لكن لمده صغيرة ولمسافة صغيرة. يعني شو الفائدة؟ في بعض الخلايا العصبية لما تريد تتواصل مع الخلايا العصبية قريبة منها ما تحتاج اكشن بوتنشال. يعني مش رايح عصب دماغ ده يحفز لك عضلة. خلية مجاورة صفر تتواصلها رسالة بسيطة. زي ما راح انت في المحاضرة. لما تريد توصل رسالة بسيطة ألف باء جيم انت ما محتاج اكشن بوتنشال وتصيح عشان توصل ها؟ هو بصفة قاعد ايش يعني؟ باص بسيطة انه جواب رقم واضحة الفكرة؟ فهذا لوكال بوتنشال مش الشعبة كلها صارت بس لو جاكم واحد من زرعت صوته ما شاء الله عالي جدا والف الشعبة كلها سمعت ايش صارت هذا؟ ايش صار اسمه؟ اكشن بوتنشال هذا تمام؟ فهذا الكوميونيكيشن يستخدم اللوكال بوتنشال بالجسم مثل وين اكثر مكان في طبقات الريتنا شو الريتنا طبقات شبكيه العين خلايا الناس تتراسل من خلال لوكال بوتنشال ليش راح اسوي اكشن بوتنشال عشان كم رساله بعطي تمام وضحت الفكره وين نستخدم هذا اللوكال بوتنشال مفهوم لحد الان واضحه بسيطه ترى مو صعبه بس هل نستخدمه لنقل رسائل مهمه مثل مستحيل اكشن بوتنشال كل شيء ضخم يحتاج اكشن بوتنشال هذا ما يمكن هذا شو يقول لك سمول ملي سمول ملي ملي ميتر يعني مسافه صغيره جدا ينقل العازم ما يقدر يوصل ولا يعبر لانه يعني اصلا ايش؟ يروح في الغشاء ما يصير له تاثير حقيقي واضح اما الاكشن بوتنشال ليش؟ يعني يستخدم قنوات الصوديوم الفولت جيت وبالتالي ما لها توقف هذا
تستمر تحفز المقابل، المقابل يحفز بعده 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 الى نهايه الشهر. واضح؟ طيب لوك البوتنشال يجي لك على طعمين. يعني دكتور طعمين فليفر، ايش هذا الطعمين تبع انت تحبه؟ تم تمبرال لو تحب سبيشال. شو تمبرال لو تحب سبيشال؟ سمنشن. شو يعني سمنشن؟ تجمع. شو القصد دكتور؟ هذا السبب سبيشال. لو انا فكرت قلت حولنا الى اكشن بوتنشال، ايش تعمل انت لازم؟ تحاول شنو؟ تجمعهم مع بعض. فهذا الصغير بس طبعا شوف لازم ايش يكون؟ لازم تكون مسافات متقاربه، مش هو هنا وبعد نص ساعه يجمعهم مع بعض. والله هذا راح دوره وذاك اجى، زي انت واحد ميت وتجي تلتحم، ما شغله راحت يعني. قصدي اذا كانت ايش مسافات صغيره ممكن يجمعوا مع بعض ويصير ايش طاقتهم متضاعفه. واضح؟ هذه العمليه شو نسميها؟ السام ميشن. وهذه ما تفيدك الا اذا كانت تحفيزات نوعا ما متوسطه حتى تجمعها، ولا اذا كانت تجمع صغير حتى لو جمعتها مش معناها اصلا. واضح؟ شو الفائده؟ انه ممكن تجمعها جمع وتسوي لك ايش؟ الاكشن بوتنشال يبدا. تمام؟ كيف تجمعها؟ حلو، اسهل. كيف تجمعها؟ سميشن على نوعين، يا اما سبيشال سميشن او ايش؟ تيم برو سميشن. شو قصد بالتيم برو سميشن وسبيشال سميشن؟ ما راح سبيشال معناها خاص، معناها ما لها اي علاقه بالترجمه ترى، فلا تحاول تحفظها بالعربي. سبيشال وتيم برو شو قصد؟ شوف شايفين البالونه؟ هذه البالونه احنا نسميها بذات العراقيه نفاذ. تسموها بالون. تمام؟ هذه بالون. اكو واحد ما شايف بالون؟ انا اكو شايف بالون. هذه البالونه لما انا اجيب دموس وافقعها مجرد يصير فيها فتحه ايش راح تصير؟ راح تتفجر. يعني هي عندها ثريشول. عندها تطيب من تحت عندها ايش؟ ثريشول. مجرد راح اجيب ايش؟ دموس وافقعها ايش صار؟ تفجر، صار اكشن بوتنشال. هذا حد عتب يعني، انت مجرد ان دخلت الابره فيها ايش صار فيها؟ تقدر توقف الامر بعد؟ انفجرت. طيب انت اذا عندك دبوس ويد قويه مباشره وانفجرت. تمام؟ اكشن. طيب لو عندك لوكال بوتنشال قليل كيف تقدر تفجر هذه البالونه؟ عندك حالتين، يا اما تجيب دبوسين مع بعض وبالتالي قوة أكثر تصير. تمام؟ دبوسين مع بعض. تمام؟ أو شو بتسوي؟ تجيب دبوس واحد من ضرر يستعمل وضعه من خلال أن تنفجر. تمام؟ واضح؟ بسيط. يا إما اثنين مختلفين أو ثلاثة أكثر من واحد مع بعض، أو واحد من ضرر إيش؟ اللي مع بعض سبيشال سميشن. مثلا عندنا إكس زائدة وار ستيميوليشن، واللي فقط اكس 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 شو هذا؟ تمبر. شو يعني قصدي اكس اكس اكس؟ يعني نفس القناه ظلت كل ساعه تتحفز على اكثر من مره، فايش راح يصير عندك؟ تمبر سميشن. يعني تحفيز ورا تحفيز، نفس التحفيز بس ايش يصير؟ لي طريقه تكرر او تحفيزين مختلفين بنفس الوقت. سميشن يعني جمع. يعني جمعي ايش؟ اللوكال بوتنشال او جمع هذا التحفيز او الاستقرار. واضح الفكره منه؟ بسيط ترى مو صعب. هذا وين تفيدنا بالاعصاب؟ هسه راح تدرسون ان شاء الله ويا دكتور عبد الله ان شاء الله اسمه نيورال سينب الوسط العصبي. في اعصاب راح تحفز بهذه الطريقه. عصبين يحفزون عصب واحد فشل سميش، عصب واحد يظل يحفز العصب اللي بعده. شو يصير اسمه؟ تمبر. بسيطه ترى مش صعب، بس لما تسمع المصطلح هذا تدخل بالك اوه سميشن وفيها تمبر. راح تسد الكتاب وروح على الدرس تفتح لك الفيلم وتروح على تخلص من الموضوع كله. ها بسيطة واضح. طب خليني اشوفكم مخططات، انت اعرف فيكم تحبون المخططات. مسألة تمام صح؟ طبعا هذه خلية عصبية نيورون، النيورون بها نيوكليوس وهذا يسموه ايش؟ الجسم تبعها السوما. الاكشن بوتنشال يبدا منها ويروح من خلال
محور لاكزون تمام، ويوصل لهنا هذه المنطقه يسموها اكزون تيرمينال نهايه المحور تبعه، ينطي للايش للبعده وهكذا. كيف ينطي؟ يفرز ماده اسمها ستايكولين تروح على البعده لايجنت ويبدا الاكشن تشو وهلم مجرد تمام. هذا ممكن يتحفز من عصبين، اذا ايش سبيشال سميشن، او من عصب واحد يظل يحفز فيه تمبرال سميشن تمام، او من تحفيز مباشر وقبل اكشن بوتنشال بيصير عادي، مش الا يبدا يعني لوكال خلاص انا ادخل على اكشن بوتنشال. وضحت الفكره؟ من هنا يبدا ومن هنا ينتهي. هذا اللي تشوفوا عليه اسمه مايلين شيث، طبقه عازله، بعض الاعصاب عندها مايلين شيث وبعض ما عندها. الفرق انه العصب كل ما عنده مايلين يصير عنده عزل افضل، وكل ما عزل افضل الاشاره الكهربائيه تمشي اسرع واقوى. ليش؟ لان انت لو توخر العزل الايونات راح تتسرب، وبالتالي ايش لاكش مش راح يروح مده طويله تمام. فموجود في الجسم الاثنين، فنتذكر المايلين هي عازله طبقه اذا موجوده تسوي اسرع واقوى تحفيز وعلى مدى اطول يستمر. واضح الفكره؟ طيب نجي على هذا، شوف هذا، شوفون temporal summation نفس التحفيز شو صار فيه؟ زاد زاد زاد. شو يعني هذا بحر؟ عصب وعصب، في عصب ثالث بالموضوع؟ ظل يحفز البعض، شو صار اسمه؟ temporal summation. طب الثاني عصبين واحد واثنين بيحفز الثالث، اذا ايش يصير اسمهم؟ special summation. سهلة بس واضح؟ ليش هذا موجود؟ لان عصب اثنين مش قادر لوحده يولد اكشن بوتنشال في ثلاثة، ولا واحد لوحده قادر يولد، اثنيناتهم مع بعض. وفي الاجتماع ايش؟ في اجتماع قوة. اجتماع قوة. طيب وفي الاجتماع قوة، عصات وتكسر 15 عصا لوحدة، المهم تتذكر واضح؟ فانت ممكن تجيب اثنين حتى يتعاونوا على الشواذ، او تجيب واحد قوي بيظل ايش؟ يظل يحفز عشان. وضحت الفكرة؟ وهذا كله من اللوكال بوتنشال. واضح؟ طيب ساعة كم؟ 16 تمام، ما بقى عندي بس موضوع بسيط. أحد عنده سؤال عن الموضوع لو مفهوم؟ شوف أكو شيء لو فاهمين، اللي عنده سؤال خليه يسأل. لوكال لوكيشن ينافس البروكال ريسبونس صح؟ إي هذا صح، إي لا تخاف من النسبة. مفهوم؟ تمام؟ طيب بقى شغلة واحدة، مش كل ايش؟ مش كل تحفيز او مش كل ستيميوليت ترى هو ستيميوليتر. في عندنا التحفيز ممكن يكون انهبيتوري وستيميوليتر، شنو نقصد؟ هسه نجي على ايش؟ على هذا. هذا اللوكال بوتنشال تكلمت لكم انا كله عليه صح؟ بس انا تكلمت لكم عن نوع من اللوكال بوتنشال التحفيزي تمام؟ تحفيزي. شو يعني تحفيزي؟ كل اللي تكلمت عليه كان يدخل ايونات موجبه ويزيد لك تحفيز ويسبب لك اكشن بوتنشال. هذا كل اللي تكلمت عليه من بدايه المحاضره للان. لكن انت بجسمك عندك مواد تخفض الاكشن بوتنشال، مرات دمارك يشتغل بشكل اسرع، مرات ابطا. اذا انت مو دائما تحفز الخلايا، مرات تسوي لها تحفيز تكبير. شلون هذا الشيء دكتور؟ او كيف يعني تطبقها؟ مش تحفيز تكبير، كيف يصير تطبيقها؟ مرات نعطيها لوكال بوتنشال نيجاتيف تمام؟ احنا كنا تكلمنا عن لوكال بوتنشال ايش؟ طب ايش كيف يكون نيجاتيف؟ ابسط شيء، في عندنا قنوات للبوتاسيوم، تخيل خلية الرسي عادية قاعدة، وفي عندنا بعض القنوات البوتاسيوم من نوع اللايدنت. شنو يعني اللايدنت؟ مستقبل، يعني لو جبت مادة تفتح القناة. طب البوتاسيوم لو انت فتحت قناته وخرج خارج الخلية، الخلية تصير موجبة ولا سالبة؟ هو موجب، خرجته من خارج الخلية، شو بصير؟ تزيد السالبية. فشو يصير فيها؟ تحفيز وتخبيط هاي الحالة؟ 100%. فبعض اللوكال بوتنشال نستخدمها للتخبيط، يعني عصب يثبط عصب ثاني. تمام؟ مش انه كله تحفيز ها؟ تمام؟ طيب شو بعد عندنا مثلا؟ في عندنا بعض الايش؟ بعض المواد تثبط لك قنوات الصوديوم، تسد لك اللايجنت صوديوم شانل. تتحفز الخلية وتثبط بعد. كأنه أنت سويت لها اكتيفيشن. ايش؟ تمنع تحفيزها، واضح؟ وفي عندنا بعض القنوات، أنا أخذها أكثر من تطور بالشرح، في بعض القنوات الكلور. الكلور زيادته وين؟ في الخارج عن الداخل. لو فتحنا قناة الكلور، الكلور مباشرة راح يدخل. بس مسدودة. في بعض الأدوية تفتح قنوات الكلور، شو يصير؟ كلور يدخل، كلور سالب ولا موجب؟ يزيد الايش؟ سالب. تمام؟ شفت المبدأ؟ ففي بعضها عندنا ستيميوليتري وبعضها ايش؟
سم يو لتري يعني محفز. وايش عندنا بعد؟ انت هي بي توري يعني شو اللي بي توري؟ مو ثب. تمام. شو الانهيبيتوري؟ شو تسوي لك؟ شوف حتى تفهمون المصطلح. الانهيبيتوري تدخل الخليه في حاله هايبر بولاريزيشن. كل ما انت رحت استعدنا رستين الطبيعي تبع الخليه، كل ما نزلنا اكثر شمه الحاله هايبر بولاريزيشن. عندنا بعض المواد بالجسم او الادويه عمليا تؤدي للخليه لحاله ايش؟ هايبر بولاريزيشن. واذا كانت الخليه اكثر سالبيه فراح يصير اصعب تتحول للاكشن بوتنشل. تمام. طيب طيب يا دكتور على مثال ادويه تثبط لنا اللي موجوده بالمنهج، ادويه تثبط لنا الاعصاب كمثال. عندك ايش؟ التخدير الانستيجي. التخدير هو شنو عمل؟ تثبيط الاكشن بوتنشل حتى ينتقل الالم، صح؟ كيف يصير؟ انسد قنوات الصوديوم. في بعض الصوره الكالسيوم والبوتاسيوم تصير قنوات الصوديوم. مثل شنو؟ مثل مستخدم جدا لايدوكاين، يجوز سامعين يستخدمون الآلام وغيره مرات ككريمات. لايدوكاين، هذا اللايدوكاين شو وظيفته؟ يسكر لك قنوات الصوديوم. كيف؟ نوع اللايجنت، تذكرون اللايجنت؟ ايش كان اللايجنت؟ بيه مستقبل ريسبتر، يسكر الريسبتر. اي خلاص سكر الريسبتر. لما تسكر الريسبتر هل هاي القناة راح تفتح؟ هل راح يدخل صوديوم؟ هل راح يصير اكشن بوتنشل؟ لا. فهمنا كيف الامور؟ انا ذكر كتبونكم مثل اللايدو كاين. وعندك فتسم ممكن واحد لا سمح الله ياكله في الطعام اسمه تيترادو توكسين. هذا من بعض الاسماء. هذا السم شو يسوي؟ يثبط ايش؟ القنوات، وبالتالي يمنع الاكشن بوتنشل. وهذا طبعا سمكه قاتله جدا موجوده في اليابان، ياكل سمك اسمه الفوجي والله ادري ايش كان اسمه. المهم وجبه بسيطه من عندهم قد تقتل البشر. كيف؟ ما انت سالت اذا وقفت الجهاز العصبي السموم تبع الافاعي وغيره مرات تشتغل على نفس المبدا، وقف لك ايش؟ ايش الريسبتر اللايف. واضح؟ فهذا المبدا بشكل عام واضح للكل. احد عنده سؤال لو مفهوم الفكره؟ فكره التخدير هو بس نسوي حاله هايبر بولاريزيشن. عافيه 100% نسوي حاله هايبر بولاريزيشن. وضحت الامور؟ تمام؟